ولا ما تاخذ هاي الدائريه تاخذ الثانيه هي تكون حقت الوزاره حتى نضمن الحمايه للبطاريات يعني اي وحده حسب الطلب يعني اللي الشخص اللي يطلب من عندنا نسوي له البطاريات اللي فيها كذا قفازات تجميعهن ياخذ وقت؟ نعم اذن العمودين اذا جاي يشوف هاي بعد يا ابو حسن هسه مثلا هسه هاي البطاريه مو وصلناها؟ اخذ البطاريه انت ابو حسن بعد انت خايض المغامره قبلي فشي طبيعي ثلاثة وخمسمية وخمسة بالعشرة بطاريات هاي فولتيه نعم بطاريات بس امبير اعلى اما الامبير احنا نقيسه حسب المكتوب عليه فما جاي شو سوي عليه درجه حراره استاذ عمود واحد نعم العمود كله هذا العمود الواحد هذا عمود واحد أربعة تقريبا اللي أفضل يعني أنا هذا الموضوع مال الطاقة الشمسية يعني طاقة نظيفة وجيدة جدا وأنا حاليا اكتفيت ذاتيا يعني أنا الكهرباء الوطنية لو تطفى أسبوع لو تطفى 10 أيام فأنا بالليل عندي بطاريات اللي هي بطاريات الحامضية اللي هي نوع مكزمة التيوبلر استخدمتها بحدود 3 سنوات وبعد الحد الآن عندي شغالة بس لازم أنظمة الطاقة الشمسية لازم تكون ضمن سيستم اذا ما تشتغل ضمن سيستم ما اعطيك كفاءه فانا اول مره اجيب العاكسه بعدين اجيب الالواح الشمسيه حسب حاجتي وبعدين اجيب البطاريات صارت عندي منظومه شمسيه فانا شيء طبيعي ما راح بعد احتاج الكهرباء بالاطفاء زين احنا هاي المحافظات لو الدوله تساعد وتخلي انظمه ضمن سيستم تمشي عليه يمكن المواطن بعد ما راح يحتاج الكهرباء الوطنيه وراح شني الدوله ترتاح الدوله هم راح ترتاح ليش تخلي له جهاز اكو جهاز عندنا احنا عاكس يسمونه اون جريد واوف جريد ابو حسن يمكن يعرف الموجود هذا الجهاز عندنا بالسوق يقدر يشده يعني هم يقدر بالمستقبل يشدون نظام الضريبه فراح يقص يعني خلال النهار انت تستخدم من الخلايا الشمسيه ما راح تاخذ من الكهرباء الوطنيه فراح تجي لك فلوس يعني عكس المطلب بينما انت تعطي الدوله الدوله راح توفر لك فلوس تعطيك ليش؟ لان انت وفرت فهذا النظام مشتغل عندنا بالدول العربيه بمصر يعني صراحة فد شيء حلو ومرتب يعني جهاز تنصبه وتنصب طاقات شمسية وأمورك طيبة أنا وفرت فلوس ووفرت طاقة إلي وصدقني وأمام المشاهد وأحكيها ما يوم طفيت ولا عندي رمشة والحمد لله والشكر هذا الشيء هذا كله بتعبي على قولتهم كما هو معلوم أن موضوع الطاقة النظيفة أو الطاقة البديلة الآن يحظى اهتمام لأكثر دول العالم والعراق بالتحديد ومحافظة البصرة بالتحديد تهتم بهذا الموضوع كثيرا فكان هنالك حضور لكثر من المؤتمرات الدولية والتي عقدت سواء كان في البصرة أو خارج البصرة لغرض دعم الطاقة النظيفة هذا طبعا جانب الجانب الآخر أن الحكومة المحلية في البصرة تدعم كل التوجهات وكل المقترحات وكل الآراء التي تصدر من مفكرين مبدعين لدعم وتطوير قطاع الطاقة النظيفة أو البديلة في البصرة وبالتالي أي معلومة تخص هذا الموضوع يمكن أن نتبنى متابعتها مع الدوائر المختصة لغرض تنضيج هذه الأفكار مع الوزارة القطاعية والمقصود بها هي وزارة الكهرباء لغرض أن يتم الاعتماد في المستقبل على موضوع الطاقة النظيفة على عينك أصل عادي الوقت
تطلع يعني تجيب داخل من الرياح يعطيك اياها هنا. يكون تقرير كلش شامل. اي تعرف اكو ناس صار عندنا شغل مثل ما يقول.